ولنقاش ملف المسلمين في فرنسا ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الألمانية برلين العضو السابق بالبرلمان الألماني دكتور جمال قارسلي. أهلا بكم دكتور. أهلا بكم وبجميع المشاهدين. دكتور، لا يزال ميثاق المبادئ الفرنسية الذي طرحه ماكرون يثير الجدل بعد وصف الإعلام المقرب من الرئيس الفرنسي وصف المسلمين باتباع أجندات خارجية. كيف يمكن تقييم الحالة التي يعيشها المسلمون في فرنسا؟ وهل هناك حالات مشابهة لهذه المعاناة في أوروبا عموما؟ هو للأسف عندما تفشل السياسة الداخلية وعندما تفشل الحكومات دائما تبحث عن ذرائع، تبحث عن حجج لكي تختفي خلفها، ولكن أنا أصور المسلمون الذين يعيشون في فرنسا الآن حوالي 6 مليون مسلم يعيش هناك، ومنهم 3 مليون يحمل جواز السفر الفرنسي، وطبعا هؤلاء أتينا من ثقافات أخرى، ربما من دول أخرى، ولكن يريدون أن يجبروا على الاندماج بطريقة كما يريدها ماكرون وأشباهه، ولكن لا يأخذ تاريخهم، ثقافتهم، دينهم بعين الاعتبار، وهذا الذي يؤدي إلى التوتر. وللأسف هذه المشكلة يعيشها أغلب المسلمون في القارة الأوروبية، لأن هناك من يريد أن يدمج المسلمين ولكن لا يريد أن يدمج كذلك دينهم معهم، فيريد المسلمين كجزء منفصل عن دينهم وعن أوطانهم. وأصور هنا تكمن ويوضح لنا حقا في السياسة الفشل في الاندماج في هذه الدول، عندما تفشل في سياسة الاندماج فتخرج هكذا أصوات وربما تخرج هكذا حجج لكي تخفي فشلها وسوء سياستها. في هذا السياق تحدث البعض عن محاولات ماكرون ورأى أنها مفتعلة لإظهار أزمة المسلمين في الواجهة في فرنسا والتغطية على أزمات داخلية أخرى أكثر خطورة كارتفاع معدلات الجريمة. ما مدى صحة ذلك؟ أنا أصور هذا أحد الأسباب ارتفاع الجريمة، فشله الاقتصادي. أريد أن أذكر إلى جانب ذلك كذلك المظاهرات، الستر الصفراء، والتي حقا هزت عرش ماكرون ومن حوله، وهو يريد أن يغطي ذلك ويحضر الانتخابات التي ستكون انتخابات رئاسة الجمهورية في 23 أبريل نيسان السنة القادمة، يجهز لها ويريد أن يربح أصوات من الطرف اليمين، فيقوم بهكذا أفعال وبهكذا تهجمات على الإسلام وعلى الدين الإسلامي بدون معرفته بذلك وبدون تأكده من ذلك. فهذا هو حقا كما يقال الهروب إلى الأمام، ولكن أتصور أنه الآن حقا أخذ درسا، والآن هو بحالة تراجع وتقهقر واعتذار، يعني وصل الموضوع إلى حد بأن يوصفه الرئيس أردوغان بأنه هو يحتاج إلى معالجة عقلية أو نفسية، يعني إذن هو يعني ليس صحيحا بجسده وروحه. فإذا أتصور هكذا رئيس يوصل إلى هذا هكذا مستوى، وهو للأسف لديه أطماع أخرى، لديه أطماع إمبراطورية كالسابق، يريد أن يرجع فرنسا العظمى، يريد أن يكون زعيم الاتحاد الأوروبي بعد الآن ما سترحل أنجلا ميركل في شهر أيلول القادم، رأى أن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي، فهو وهو الدولة يعني التي تملك القوى النووية ولديها مكان في مجلس الأمن، فهو يريد أن يقوم بدور قيادي، ولكنه ليس كالكاريزما لديه وليس الإمكانيات، لا اقتصاده يساعد على ذلك ولا تفكيره السياسي يساعد على ذلك، فلذلك للأسف هذا سبب فشله، يجعله يتصرف في بعض الأحيان بشكل نرفزة وبشكل توتر ويحاول أن يجد الذرائع عند المسلمين. على الصعيد آخر، كانت وزيرة الدولة الفرنسية اقترحت قانونا يحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على الفتيات دون سن 18. إلى أي مدى يتوافق هذا المقترح مع القيم الديمقراطية والحريات التي تدعو إليها فرنسا؟ نعم طبعا هذا حقا يتنافى مع ذلك مطلقا، فلذلك الحرية يعني أن تسير المرأة نصف عارية في الشارع هذا حرية، الحرية أن
لو نتذكر تاريخ هو الرئيس الفرنسي عندما يكون طالبا عمره 16 سنة ويعشق مدرسته التي أو أولادها أكبر منه سنا. هذه حرية، الحرية يعني المثلية، حرية، كل هذه حريات، ولكن لا يحق للمرأة المسلمة أن تغطي رأسها. أنا أتصور هذا هو عيب كبير، وحقا ويتنافى مع الحريات الديمقراطية. أنا سعيد جدا بأن الآن لدينا ربما في المستقبل سيكون مستشارا جديدا الذي يكون مكان المستشارة ميركل، والذي هو حقا كان من البداية ضد منع الحجاب أو ارتداء غطاء الرأس في الشارع أو في المدارس. فلذلك نتصور يوجد كذلك تباين بين الدول الأوروبية بين بعضها صحيح. البعض، ولكن للأسف كما قلت عندما تفشل السياسات فتبحث عن ذرائع، وهم الآن يجدون العنصر الضعيف في هكذا مجتمع هم المسلمين، هم المغتربين، هم اللاجئين، فيحاولوا أن يضعوا يعني مشاكلهم وفشلهم على أكتاف هؤلاء اللي هم حقا أضعف شيء في المجتمع. ما الحلول التي يمكن لحكومة ماكرون تبنيها مع مكون من يعني مكون مهم من مكونات المجتمع الفرنسي والذي يقدر بأكثر من 7 ملايين مسلم في فرنسا؟ نعم، طبعا هؤلاء عليهم ان يعرفوا بان ان يعاملوا بشكل مثل المواطنين الاخرين، كما قلت ونصفهم يحمل الجنسيه الفرنسيه. على المجتمع ان يحاول ان يجمعهم، ان تكون هناك سياسه من البدايه، سياسه الاندماج، سياسه تعمل ضد ان تتشكل هناك جيتوهات، يعني تجمعات كبيره مكثفه للمغتربين بشكل عام والمسلمين. عليها ان تكون تساوي. اريد ان اذكر هنا مثلا في البطاله، ما هناك احصائيات ان نسبة البطالة بين المسلمين ضعف ما بين هي بشكل عام في المجتمع الفرنسي. يجب أن يعاملوا الناس بسواسية في المدرسة، في العمل، في كل المجالات، وينطلقوا بأن هؤلاء هم أبناء هذا المجتمع، وأن المجتمع أصبح متعدد الديانات ومتعدد القوميات، وعندما يعملوا بهذا الشكل فإنهم سيصلوا إلى نتيجة. ولكن عندما يفشلوا فنجد من هكذا مجتمعات يخرجون أناس شباب فشلت مجتمعهم أن تدمجهم، فيذهبون ويلتحقون بداعش وأخواته ويقومون بأعمال إرهابية. فأنا أتصور عندما يفهم هؤلاء الساسة بأن هؤلاء الشباب هم حقا طاقة وهم كنز ثمين لهكذا مجتمعات، عليهم أن يفعلوها. وعندما يرون ذلك طبعا ستتغير هذه المجتمعات طبعا، وعلى المغتربين أن يقوموا بواجبهم أن يندمجوا في مجتمعاتهم، وكذلك يعني أن ينظموا أنفسهم، أن ينظفوا أنفسهم بجمعيات، بأحزاب، بمنظمات، ليقفوا وجه هكذا أحزاب يمينية متطرفة أو هكذا ساسة عند يعني فاشلين يضعون اللوم دائما على المغتربين والمسلمين واللاجئين. شكرا جزيلا لك دكتور جمال قرصلي، العضو السابق بالبرلمان الألماني، حدثتنا عبر سكايب من العاصمة الألمانية برلين.